العامل الاخير اللي بيأثر على شكل السبيكتروم بتاع الاكس رايز هو شكل الفولتج ويف فورم. احنا بنتكلم على ان احنا بنحط بين الكاثود وبين الانود بنحط سيرتن فولتج اللي هو الكيلو فولت اللي احنا كنا بنتكلم عليه. الكيلو فولت دوت ممكن يتحط بكذا شكل. طبعا احنا بنتكلم على ان احنا صعب جدا ان احنا يكون عندنا يعني شكل ويف فورم تبقى كومبليتلي دي سي، يعني بتبقى ما فيهاش اي ريبلز خالص. براكتيكالي احنا بنتكلم على يا اما بنحطها حاجه زي هاف ويف ريكتيفايد سيجنال بالشكل ده كده او فول ويف، او ساعات بنتكلم على حاجه اسمها 3 بلس او 3 فيز، او بنتكلم على 6 بلس، وممكن نتكلم على 12 بلس، وممكن نتكلم على حاجه بنسميها الهاي فريكوانسي. هاي فريكوانسي جنريتورز دي بنتكلم على ان هي بتبقى اولموست زي الدي سي بس هي مش اكزاكتلي دي سي. الفرق بين الانواع المختلفه دي وبعض هي زي ما احنا شايفين هنا كده، احنا لازم ناخد في اعتبارنا ان الفولتج ويف فورم شكلها بيطلع وينزل من صفر لغايه كيلو فولت بيك، دي بيبقى فيه جزء كبير من الفولتج ويف فورم ممكن يبقى قليل جدا. لو احنا بنتكلم على البيك هنا 100,000 فولت، بنتكلم على ان الفولت الموجوده هنا القيم بتاعتها بتبقى قليله جدا، فبنلاقي ان الاكس راي جنريشن هنا بيبقى less efficient، بيبتدي يحصل ان هو يبقى more efficient كل ما يوصل ان هو يبقى قريب هنا من النص بتاع الويف فورم. فاحنا بنتكلم على ان احنا لما يكون في عندنا ريبلز بالشكل ده كده بيبقى الافشنسي بتاعت الجنريشن بتبقى اقل من الويف فورمز ما بيبقاش فيها ريبلز. يعني بمعنى كل ما كان عندنا ريبلز اكتر كده، يعني مثلا عندنا هنا في ريبل وبعد كده في زيرو وبعد كده في ريبل هنا في زيرو، بنلاقي ان احنا عندنا الافشنسي هنا اقل بكتير جدا من هنا. هنا بيحصل عندنا جنريشن في هنا وهنا 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 وهنا، هنا بيحصل جنريشن هنا بعد كده هنا بعد كده هنا، في الجزء اللي هو الزيرو اللي هنا دوت ما بيحصلش اكس راي جنريشن. فبالتالي بنتكلم على ان احنا كل ما كان الريبلز بتاعتنا اكتر، كل ما كان الفاريشنز اكتر زي ما احنا شايفين هنا كده، كل ما كان الافشنسي اقل بكتير. كل ما احنا علينا بالفولتج، كل ما احنا علينا بالنمبر اوف فيزز عشان تبقى قريبه جدا انها تكون حاجه اولموست متساويه زي ما احنا هنا. طبعا الايديال كيس بتبقى الهاي فريكوانسي جنريشن، بيبقى عندنا هنا الريبلز دي قليله جدا، بتبقى سريعه جدا بحيث ان احنا بناخدها في رينج ممكن يبقى اقل من 1% من الرينج بتاع الكيلو فولت بيك بتاعنا. فبيسكلي بنتكلم على الكوانتيتي والكواليتي، الاثنين بيقلوا كل ما كان الريبلز بتاعتنا تبقى اكتر. يعني بمعنى ان احنا كل ما احنا عندنا هنا هاف ويف هتبقى أسوأ من الفول ويف وتبقى أسوأ من دي وأسوأ، يعني أحسن واحدة هي الهاي فريكوانسي جنريتورز بيبقى فيها الفاريشن تبقى أقل ما يمكن. في الحقيقة احنا ممكن نشوف كمان ان احنا لو بنتكلم على الهاي فريكوانسي جنريتور، هاي فريكوانسي أو 3 فيز أو 12 بلس، بنتكلم على ان احنا لو احنا استعملنا واحدة من الأنواع دي، استعملنا هاي فريكوانسي جنريتور فور اكزامبل، هنلاقي الهاي فريكوانسي جنريتور بيبقى افكتفلي اكننا علينا الكي في بي بمقدار 12%، او بمعنى اصح اكننا عملنا تقريبا دبلنج للملي امبير سكند عند نفس الكيلو فولت بيك. بمعنى لو احنا بصينا على شكل البريمسترالونج سبيكترا هنلاقي ان السنجل فيز حاجه شكلها كده، عند نفس الكيلو فولت بيك زي ما احنا شايفين هنا دي الكيلو فولت بيك اللي هي القيمه النهائيه بتاعت السبيكترم، دي هي الكيلو فولت بيك. هنلاقي ان احنا لما بنعلى بالنمبر اوف فيزز زي ما احنا شايفين كده، كل ما الافشنسي بتاعت الجنريشن بتكون اعلى، كل ما بنوصل في الاخر ان بيبقى عندنا اولموست عند الهاي فريكوانسي بيبقى عندنا دبلنج للنمبر اوف اكس راي فوتونز اللي موجوده عندنا من السنجل فيز جنريتورز. فطبعا كل ما يكون عندنا فرصه ان احنا لما بنيجي نعمل بروكيورمنت او نيجي نشتري اكس راي سيستم، كل ما كان نمبر اوف بلسز او النمبر اوف يعني كل ما كان النمبر اوف فيزز اللي احنا بنستعملها في الجنريشن كل ما كانت اكتر، كل ما كان ده بيبقى الافشنسي بتاعته اعلى في التصوير. طبعا الايديال كيس بتبقى الهاي فريكوانسي جنريتورز اللي بتدينا اعلى بيرفورمانس في كل الاكس راي جنريتورز اللي موجود عندنا في الماركت دلوقتي.